أخبار اليوم. بتشرف بوجودنا وسط حبايبنا واخواتنا اللي بنسعيد النهارده معايا برنسات مصر في المهنه واساتذه في التجميل، فنان العالم اللي وقف على مسرح فرنسا وابهر العالم محمد فرانس، ومعايا نجم العروسه ونجم الموضه والجمال ابن الشرقيه الجميل ميسيو محمد سهيلة، ومعايا الجيل الجديد والأصوات الرجال الجديدة رمضان رضوان، ومعانا الفنانة خبيرة التجميل منار صبري، وخبيرة التجميل أيضا من مصر المتميزة إيمان إبراهيم، ونجم الصعيد الاستاذ الجميل ابو دم خفيف اللي على طول بيتوه مننا الاستاذ جوزيف لبيب، وحبيبي واخويا ورفيق دربي على طول في كل رحلاتي الاستاذ محمد عبد الاول. شرفتونا ونورتونا كلنا.